عشان ما حدش انت ما تجيبهاش المدرسه الا لما تعملها العمل. مش هتروح تاني مدرسه، مش هتروح تاني مدرسه. ايه ماتت ده كانت ابني اللي ما عنديش صديات. هي اي حاجه كانت بتجيبها لي. انا معاك يا ماما. هي اللي كانت بتجيبها. بتنزل 3 الفجر تجيب لي حاجات من السوبر ماركت بتجيبها. الشغل بتاعنا كان نقعد الساعه 2، روحوا عند الدكان بتاعي واسالوا. بنتي كانت بتقعد من الساعه 6 اخر النهار للساعه 2 بالليل، ما كانتش بتقول انا تعبت. كتقول لي يا ماما خلينا واقفين رزق بابا عشان ما حدش يزرعه. طب معلش واحده واحده بس عشان اللي بيسمعنا يفهم معانا. البقاء لله، ربنا يصبر قلبك وربنا يرحمها يا رب العالمين. بنتك دخلت تعمل عمليه فلات فود. وبعدين ايه اللي حصل؟ هم قالوا لي فلات فود على مسافه ما دخلت العنايه البتاع اللي هي بتاع البنج. مسافه ما خدت البنج، هي ما خدتش بنج، هي الواحده هناك قالت لي بنتك ميتة من قبل ما تاخد. قالت لي بنتك وكان شعرها اصفر. قلت له طلعها. البنت بقت تبص لها، البنت بقت تبص لها بتقول لها طلعيني. قالت لي بنتك كانت خايفه. ما قالتش كانت خايفه. وهي وانا قلت لها طب ما طلعتهاش ليه؟ وكنت نادين. قالت لي انا كنت خايفه. انا قلت للدكتور البنت خايفه. انت بتديها البنج وهي خايفه ازاي؟ ده عامله بتقول لي انا معايا بنات زيي، معايا اربع بنات، خفت على بنتك. قلت له طلعها. قال لي اطلعي بره، بس خلي بالك بنتك ماتت على طول. بنتك مسافه ما خدت الحقنه للبنج ماتت عشان وشها كان اصفر. انت بتديها حقنه ووشها اصفر ازاي؟ بنتي كان وشها اصفر، بتديها حقنه ازاي؟ بنتي كانت كويسه تماما. أيوة. عامله كافه. أيوة. التحاليل، كافه الاشعاعات، كل الاجراءات قبل دخول العمليه. بابا عمل لها كل حاجه، كل حاجه عاملها لها. يا امي البنت داخله ما فيش اي حاجه، بس عشان يعملوا لها عمليه عروسه ولا دخل عندها القلب ولا دخل. قلت لي ان هي قررت ان هي تعمل العمليه لان زميلها بتنمر عليها وعلى مشيتها، فاضطريتوا ان انتوا تعملوا العمليه. عمليه بسيطه وسهله واي حد بيعملها. فلات دخلت العمليه مجرد ما مش هتاخد نص ساعه معايا. الدكتور ايمن قال لي العمليه دي مش هتاخد نص ساعه معايا لو عملتها بره. حتى انا رحت له وقلت له في الهلال يا دكتور هعملها. قال لي بلاش الهلال، انا تبع القصر، لو عايزه تعملها في قصر اعمليها. هم ما قالولوش روح القصر، هم قالولي روح هنا تبع التأمين. بس الدكتور ايمن قال لي حولها على قصر وانا اعملها. بعد ما خدت الحقنه اتوافد مباشره، ما فيش 5 دقائق. الكلام ده كان الساعه 1 ظهرا تقريبا. ايه اللي حصل بعد كده؟ ما قالولناش انها ماتت، دخلوها العنايه ما قالولناش انها ماتت، حطوا لها قلبها. كل دكتور ولاك اشتغل تاني، كل دكتور يطلع يقول لك قلبها بيقف ويقع. يعني جلسه التعديل. ايوه بس بنتي خدت سرها معانا. انا ما اعرفش بنتي خدت سرها معانا. طيب انتوا طلبتوا، انتوا اخفوا عليكم سر الوفاه تقريبا. ما يقرب بقى تعول ليه؟ بنتي بقى متعول ليه؟ لما هي على ليها بالضهر، يعني بتدي حقنه بالضهر بقى تعول ليه؟ يبقى بنتي وقعت منك. بنتي وقعت. ممكن يكون جالك شلوكات من الحقنه. ما اعرفش. ما اعرفش. ما اعرفش. دخلت الساعه 6 دخلت العنايه لقيت بنتي بقها متعور، بس هي ميتها من الساعه 1. عشان البنت اللي هي كانت واقفه معاها بالعلاج قالت لي الدكتور قايل قدامي ان البنت ماتت. طب اللي شافها، اللي شافها بعد كده ما قالش ان اسمها سائق او حاجه؟ لا 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 ما حدش قال. كل اللي طالع يقول لك ايه ده محطوطه تحت الملاحظه. طيب هم اخفوا عليكم الخبر الوفاه تقريبا ما يقرب من 6 ساعات. انتوا قررتوا او صممتوا ان انتوا تدخلوا على البنت. لما دخلتوا بقى شفتوا ايه؟ دخلنا بالتهجيم. عمتها اللي دخلت مسكت الكرسي وكسرت الباب ودخلت. عمتها ديت يعني دخلت. انتوا اللي كسرتوا الباب وانتوا اللي دخلتوا على البنت كانوا رافضين. دخلت الباب ومسكت في الممر ومسكت في واقف في الامن. قالت انا هدخل اشوف البنت. ده بيقولوا ماتت عشان الممرضين طالعه من جوه بتقول لي البنت ماتت، وعمالين يعملوا عمتها البنت ماتت. عمتها متكسره الباب هي وخالها ودخلت. فزقوا الباب على الممرضين كده ودخلوا. شدوا عمتها قالت لهم اوعوا سيبوني اشوف البنت. دخلت قالت البنت ماتت يا احلام، البنت ماتت. ربنا يصبرك يا رب. يعني انت ما شفتهاش؟ لا ما شفتهاش خالص. فين عمتها؟ انت عمتها اللي دخلتي عليهم. قولي لي دخلتي ازاي؟ والله نزلت الباب ودخلت انا وخالها. ما كانوش قاعدين يدخلوني. لما لقيتهم بيدخلوا الناس اللي هي العيانه اللي جوه قلت لهم انا عايزه اخش جوه في المطار. ما دخلتش بقى، دخلت ببص اهو لقيت على البيت ما فيش نار. ايوه ما انت مشيتي ايدي بتقولي تجيبوها. لا 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 لا
ولا حاجه. انت البنت بنت روح عامله صوت وطن اللي فات. البنت بنت روح معايا بتاع الملعب انا بقى عايزه البنت اللي بتقول لك ما بياش. اسمع حضرتك كفايه بعد اذنك بعد اذنك كفايه كفايه انا بترجاكي كفايه قومي يا احلام بس قومي عشان قومي عايزه قومي يا ماما بقى من الحته دي قومي يا احلام بالله على الله بالله ما اعطى بالله ما اعطى وان لله وان لله والله الناس كلها بتدعي امانه امانه وربنا خدها منا كلنا كل لما يرضي الله بلاش تعملوا عمليات في المستشفيات ضحوا لعيالكم بره لو هتجيبوا فلوس من اي حزمه اعملوا اي حاجه واعملوا اي حاجه لبنتكم بس بره بلاش مستشفيات المستشفيات بتفوت العيال بس معايا ضحوا بنفسكم عشان خاطر عيالكم بره خدت لك مني 30 وقال لي هتقعد نص ساعه في العمليه والله الدكتور قال لي هتقعد نص ساعه في العمليه شاف تحليلها وشاف كل حاجه وقال لي بنتك مش هتقعد نص ساعه في العمليه اعملوا عملياتكم بره ما تحطوا عيالكم عشان خاطر الفلوس انا اخويا قال لي كده قال لي انت السبب انا يا بنتي سامحيني يا بنتي انا السبب يا بنتي كنت جبت قرض وعملتها لي كنت زمان عملتها لي وضحتي معايا يا بنتي بدل ما اخدك على الطرب يا بنتي بدل ما اخدك على الطرب يا ضنايا بدل ما اخدك على الطرب يا ضنايا ابوك مش عايز ياخد العصر عشان ما امشيش وراك يا بنتي بيقول لي غنيكي غنيكي ما تجيش ورايا يا ابني مش عايز اروح ورا بنتي يا ابني مش عايز اروح ورا بنتي يا ابني بيقول لي بنتك ماتت يا ابني قلت كفايه قلت كفايه احلام قلت كفايه احلام حساس ما حسنا على راسنا كفايه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون زي ما تابعنا مع حضراتكم موقع مصوية داخل محافظة المنوفية شفنا بنت عندها 13 سنة دخلت تعمل عملية فلاية فوت بسبب تنمر أصدقائها عليها للأسف دخلت العملية البنت توفت بعد حقنة البنج المستشفى أخفت خبر الوفاة على الأسرة ما يقرب من 6 ساعات حتى تهجمت الأسرة على غرفة العمليات ودخلت وبالفعل وجدت البنت متوفية بدون ما يتم إجراء العملية البنت توفت بعد حقنة البنج مباشرة أخفوا على الأسرة الخبر الوفاة تقريبا ما يقرب من 6 ساعات شفنا الأسرة في حالة يعني الأم في حالة صعبة جدا في حالة انهيار تام البنت كان عندها 13 سنة البنت سليمة تماما ما عندهاش أي مشاكل هي مشكلة بسيطة في رجليها فلاية فوت دخلت تعمل فلاية فوت خدت حقنة البنج البنت توفت على الفور طبعا تم إجراء محضر تم عمل جميع الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وما زالت البنت حتى هذه اللحظة في المشرحة جاري الانتهاء من أوراق أو تصاريح الوفاة لدفنها في مقابر العائلة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية يعني الواقعة دي يعني قد إيه هزت المحافظة بالكامل بنت عندها 13 سنة زي ما الأم قالت بنتي عروسة بنتي عروسة راحت مني في غمضة عين ربنا يرحمها يا رب العالمين ويصبر أهلها ملف الإهمال الطبي الذي لم ينتهي طبعا إحنا ما زلنا حتى هذه اللحظة لم يتم الحصول على نسخة من تقرير الطب الشرعي سنوفيكم بالتفاصيل بعد انتهاء النيابة من التحقيقات وتقرير الطب الشرعية ودفن البنت ربنا يصبر أهلها يا رب العالمين ويرحمها يعني واقعة صعبة جدا زي ما ذكرت لحضرتكم احنا هنا في شبين الكوم بمحافظة المنوفية شكرا لكل متابعينا في كل مكان